السلام عليكم متتبعين قناة سيهام في هولندا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نصوب معكم حلوة محبوبة الجماهير اللي هي حلوة الكوك أو حلوة ريش بوند المسمات. ندوزوا للمقادير والطريقة. في المقادير غادي نحتاج هنايا كاس ديال الزيت الرومية، كتشوفوا هنايا زيت ليسيور، وغادي نحتاج كاس ديال السكر سنيدة. أنا عبرت بهاد الكيسان هادو هنايا، كاس عنبة اللي تنقولو ليه، هنايا كاس ديال العصير اللي تنقولو ليه. هنا غنحتاج 4 ديال البيضات، غنحتاج 3 ديال الخمارات ديال الارزا 3، وغنحتاج واحد الفاني شخصية ديال الفاني، وغادي نحتاج هنايا نص معلقة ديال قشرة ديال الحامض، وقبيصة ديال الملحة، ودقيق حسب الخليط. أنا غادي نستعمل العجانة فاش غادي نخدمها، حيت غنخدم السكر مزيان والبيض. غنحتاج كاس ديال السكر هكا نديرو في العجان عندي، وغادي نزيد عليه البيض وقبصة الملحة. من بعد ما درت 4 ديال البيضات، غادي ناخد هاد القبصة هادي ديال الملحة، غادي نزيد عليها، وغادي نخلط نخليهم حتى يتخدمو مزيان مع بعضياتهم. بعد ما خدمت السكر والبيض مزيان، غادي نزيد عليهم هاد الشاصيه ديال السكر فاني. البنات انا خدمتها في العجانه حيت كنت زربانه عليها، يعني الوقت كان داركني ما قدرتش نخدمها بليد، حتى بليد راه كتجي زوينه. هنا غادي نزيد على هاد الكاس هذا ديال الزيت، وغادي نخلط ثاني مزيان. خدمتهم مزيان، غادي نزيد على هاد نص معلقه ديال الحامض اللي انا هي، راني كنصور بيد وحده وواحد التليفون، نصور بيد وشاده بيد. نزيد دابا الحامض، وغادي نبقى نزيد شويه بشويه في الدقيق حتى نعرف القياس اللي غادي خصني ديال الدقيق. بيان سور غادي نبدل الراس ديال العجانه باش تعجن ليا مزيان. كيف قلت لكم البنات، انا كنزيد دابا في الدقيق شويه بشويه حتى نعرف القياس اللي بغيت. البنات هي من بعد ما عجنتها، هنا درت ليها جوج ديال الخمارات، نسيت ما وريتهمش لكم. كيف شفتوا ديال 7 غرام، درت 7 قبيله تنقول لكم 3، هما راه غير جوج الخمارات ديال 7 غرام 7 غرام. كيف كتشوفوا كتجي بحال هكا، انا كورت وحده هنايا، ها انتم كتجي هكا، هي سهله باش انكم تكوروها. غنبقى مستمره هكا، غادي نكورها بحال هكا ونحطها في اللاطه ديال الفران. الفران غادي نديرو دابا يسخن. البنات ها هي الطاولة الاولانيه من بعد ما دخلتها للفران، ها هي خرجتها كيف كتشوفوا محمره، ها هي راه باقي سخونه. نحيدها دابا من البلاطه، والثانيه ندخلها دابا للفران. كيف كتشوفوا انا كنديرو من بعدين على بعضياتهم، وما بقاش لينا القاعد ديال البابي سوفري اللي كنديرو للطاوله، ما بقاش ورق الزبده، واستعملتها غير هكا حيت ما تنساوش انها هي فيها الزيت، راه ما عنديش تلصق. كيف كتشوفوا هكا راه واخا لصقات هنايا، ها نتوما الشكل ديالها كيف كيجي فاش طابت، يعني ما شدتش ليا، ما لصقاتش ليا في الطاوله. ها نتوما شفتوا الشكل ديالها كيف كيجي، يعني ما تخافوش عليها، غير اهم شيء انهم يكونوا مبعدين. كيف كتشوفوا ها هي الحلوه ديالتي بدات كتوجد، ها نتوما راه واخا بعدتها على بعضياتها راه قربات هاد لي 3 قليه، وهذا وتنفخات. كيف كتشوفوا ها هي دابا حنا باقي في الفران، انا باقي شاعله غير العافيه من التحت. كيف كتشوفوا هي اللي مشعوله من الفوق، راها ما مشعولاش، مطفي الفوق بما توجد. التزيين البنات، غادي نحتاج هنايا الكوك، وغادي نحتاج هذا الكونفيتور ديال المشمش، هذا اللي هنايا السائل ماشي داك الاخر الثقيل، لا غنستعمل هذا هنايا. وغادي نديرو في الكاسرونه، غادي نديرو هو شويه ديال الماء الزهر غير يسخن، بين ما الحلوه وجدت ليا تكون طابت ليا الحلوه كلها، باش نبقى ناخذ الحلوه نرميها في الكونفيتور ونهزها ونديرها في الكوك. ضروري غادي نديرو جوج معالق ديال الماء الزهر، جوج معالق كبار، باش كيعطي الريحه فيها، كيعطي واحد الريحه كتجي زوينه ديال الماء الزهر. بعد ما درت الكونفيتير والماء الزهر فوق البوطه حتى دفى ليا واحد شويه، خرجت الحلوه من الفران. دابا غنولي نبدا نغطسها في هذا الكونفيتير هذا بحال هكا، غنبدا نضغط عليها باش الحلوه تتشرب ليا الكونفيتير والماء الزهر اللي درت فيها. كنبقى بحال هكا.
درته كنغطسها فيه. الكونفيتير ضروري اننا ما نديروه فوق البوطه شويه يدفى لينا باش الحلوه دغيا كتشربوا يعني واخا بردات. عاد من بعد عاد نفندهم في الكوك. غنبقى بحال هكا خاصها تشرب الكونفيتير مزيان باش تاخذ لينا الكوك باش تشد لينا باش يشد لينا الكوك فيها. كنبقى كندير 4 ب4 كنبقى كنرمي 4 اولا 6 في الكونفيتير باش كيبداو كيترقدوا ليا يعني كيشربوا الكونفيتير مزيان وما الزهر. كنبدا كناخذها بحال هكا ونحطها في اللاطه. البنات بالنسبه للفران انا راني شعلته من الفوق ومن التحت حتى سخن ليا مزيان، عاد من بعد طفيت عليه الفوق وخليت غير من التحت شعل الفران يعني حتى كتنفخ ليا وكتشاق وكتبان ليا يعني واحد شويه ديال الحموريه بدات فيها من التحت. عاد كنشعل الفران من الفوق حيت الحلوه واخا هكداك راه ما تبغيش تحمر، كتبغي غير انها تضرب هذيك الصوديه ديال الفران يولي فيها داك اللون الذهبي. كنبقى مستمره بحال هكا كنكمل الحلوه ديالي كلها بحال هكا يعني كنرميها في الكونفيتير من بعد كنفندها مزيان في الكوك وكنحطها في الطبسيل ديال صحن التقديم اللي غادي نقدمها فيه. على فكره البنات هذه الحلوه هذه راني صوبتها في المغرب وصوبتها ثاني في داري ولكن بغيت نشارك معكم ديال المغرب. الشكل النهائي ديال حلوه الكوك او حلوه ريشبوند اللي راني صوبت معكم كتجي بحال هكا. الصراحه كتجي رائعه في المذاق وكتجي رطيبه بالاخص الى بقات حتى الصباح الثاني كتجي رائعه في المذاق وكتجي رطيبه بزاف. كيف كتشوفوا مشربه الكونفيتير مزيان ومرشوشه مزيان بالكوك الصراحه هذه الحلوه هذه اللي ما نقدرش نستغنى عليها وما نقدرش نوصل لكم الاحساس ديالي اللي كنعاود عليها. كنتمنى تجربوها وتحسوا بهذا الاحساس هذا اللي بغيت نوصل لكم. صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى هذا الطبق هذا ينال الاعجاب ديالكم. تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله وشكرا لكم على متابعه الفيديو حتى الاخير.